إنتاجنا كان قبل كده إلى حد ما يكفينا، لكن جت أزمة كورونا وكانت مشكلة بالنسبة لنا. وبالتالي قلنا لا، إحنا لازم يكون عندنا الكميات اللي تكفي الواقع اللي إحنا موجودين والتطور المحتمل في الخدمة الطبية خلال السنين الجاية. مصنع الأسمدة إن شاء الله هيدخل 700,000 طن، وبالتالي ده إنتاج مصري ويساعدنا إن إحنا نلبي مطالب السوق، وفي نفس الوقت لو في فرصة للتصدير أكيد يعني نصدره للخارج. مش مصدقين إن إحنا نقدر نعمل. لا، إحنا نقدر نعمل وإن شاء الله هنعمل وهنعمل وهتشوفوا.